هلأ نحن عم نحكي بالفترة اللي صار فيه تحسن بوضع اليهود بسوريا، تقريبا بالفترة 77 صار في عندهم يقدروا يشتروا محلات، صار في عندهم يقدروا يشتروا بيوت، الحالة الاقتصادية انتعشت، صاروا يشتغلوا أكتريتهم، صاروا يشتغلوا بالتجارة، بالصناعة، صناعة الملابس، صناعة النحاس، فتحوا محلات بالقصاع، فتحوا محلات بالصالحية، صاروا وضعهم جيد. هاي صورة بتدل انه اليهود الدمشقيين حالوا عاشوا بفترة جيدة بسنة 1990. هاي صورة لأختي إيفون مع المغني المشهور ولا نسيت اسمه، المغني المشهور وليد راغب علامة. هذا راغب علامة معروف بكل الدول العربية، المغني راغب علامة اللبناني. اجى على حفلة بعرس بدمشق، حفلة عرس، وهذا كانوا يعزموا بالأعراس بحركة اليهود أقوى الفنانين، كانوا يعملوا الأعراس بفنادق مفتخرة، بشيرتون، بالميرديان، صاروا يملكوا سيارات، صاروا يملكوا محلات تجارية. هذا بدليل على أساس أنه اليهود الدمشقيين بفترة من الفترات، صار تقريبا بالثمانين، آخر الثمانينات وبداية التسعينات، صار وضعهم الاقتصادي صار في جيد جدا. هاي صورة لأختي، وهي صورة كمان ببيتنا أختي. هاي أختي صوفي وأمي وأبي، وأنا هون ببيتنا بحارة اليهود، بيت حصوة. هاي الملابس اللي كنا نلبسها بالفترة 1990 91. هاي صورة مع جدي أبو موسى هب. أبو موسى هب معروف بحارة اليهود، كان هو حلاق الله يرحمه. صورة أمي وصورة أبي، عفوا صورة خالي وصورتي هنا كمان، صورة خالي إيلي وحبيب. هاي صورة أبي الله يرحمه، كان يسافر بالفترة اللي عطوا سفر لليهود السوريين بسنة 77، وصاروا يسمحوا السفر لشخص من العائلة، الأب أو المرأة أو الرجال مع مرته، ويتركوا الأولاد رهينة بالبيت. أبي سافر لعند أخوه بالمكسيك بسنة 1980 82 وحتى كمان بال 85. أبي سافر أكثر من مرة للمكسيك، وهي صورته. وهي صورة تانية كمان بالمكسيك، بأمريكا، بسويسرا. في صورة، هاي الصورة اللي احنا اخذناها هون من اسرائيل، وقد اليهود السوريين وتعطوهم حق السفر، في جزء منهم اقارب باسرائيل اللي هن اخوات، عموم، عمات، اخواتهم. ابي كان عنده اختين ساكنين بتل ابيب، اجوا لاسرائيل بسنة 1944. ابي اجى لاسرائيل مع أخوه عمي من سويسرا لإسرائيل بسنة 77، زار إسرائيل ورجع لسوريا. أبش اللي بالي إسرائيل بشبعين بشيفا نسع ميدن ميسك ليش فايس مش فايس هجيع لتل أبيب بتعودات لسيباسي كده لفقوش اشتاء حيوتش له وأخش له شهيهم قارين بتل أبيب كي إليهم برحوا من سوريا لفنيكم المدينة وإحد أحريكم المدينة ونتكع الكشر مشان يشوفهم ويتعرف عليهم. إجا بالستر، بالستر يعني بدون ما حدا يعرف. هاي الصورة موجودة كانت هون بتل أبيب، ونحن أنا أخذتها هون الصورة من عند عمتي، تدل أنه أبي كان إجا لإسرائيل بالفترة 77. وفي كمان ناس، مو بس أبي، كمان بعتقد شيء تقريبا 5 أو 7 عائلات إجوا من دمشق لإسرائيل بالسنة السبعينات 75 أو 78 ورجعوا. بس المشكلة هون وترجعوا لسوريا كمان عملوا معهم تحقيق، عرفوا انه هن كانوا باسرائيل، عملوا معهم كمان مشاكل، جزء منهم فات على الحبس، بس بالاخير انتهى الموضوع.